أنا أجيت الصبح لقيت باب المكتب الرئيسي مفتوح، فتت فلقيت المكتب والغرفة كليات كل إشي على الأرض، ملفات. طبعاً لفيت في باقي الغرف كمان لقيت يعني كله، في طاولة مكتب جوا كمان الملفات كلها على الأرض وكل هذه الأمور، بما فيها كمان يعني النيجرة تبعت الحمام يعني الغطاء قيومة، في ماكينة التصوير رايحة، في اللابتوب، في طابعة، في كمان جهاز كمبيوتر يعني للخربان يعني للرمي احنا حاطينه كمان مش موجود. في برواز صور يعني هذولا كان وفد أجنبي جاينا زيارة يعني قبل يمكن 5 سنين، وإشي متصورين هيك كصورة إلهم في فلسطين يعني مع العلم الفلسطيني ومهدينا إياه، كمان هذا لقيته رايح يعني. نزلت على الجيران أسألهم يعني أتأكد إنه جيش أو، فحكوا لي إنه على الساعة 2:30 كان جيش، وكان معاهم واحد لابس عربي بس ملثم، شو هو ما بنعرف. يوم 14 ليلة 14/1/2004 بس ما لقيناهم ماخذين مصادرين أي شيء يعني، مجرد مفتشين المكتب ومغلقين لنا الغرفة اللي إحنا فيها المكتب، لأنه في هذاك الوقت كانت عندنا حضانة أطفال، بس الغرفة اللي هي هاي الغرفة لقيناهم مغلقينها للعين يعني هي وكاتبين لنا ورقة بالعبري. طبعا لما تم قراءة الورقة اللي بالعبري إنه هذه الغرفة مغلقة مش لازم إنها تنفتح لأسباب أمنية عندهم شيء ما بنعرف.